من التركيز على الأصول والخبرات إلى التركيز على الريادة والبيانات. اليوم سوف نتحدث عن أحد الممكنات الأساسية التي مكنت على سبيل المثال الحصر كوريا بالحصول على المرتبة الأولى على 3 سنوات متتالية في الحكومة الإلكترونية، وهو بناء بنية مؤسسية وطنية للحكومة الرقمية. هي عبارة عن بوصلة ورادار وخارطة الطريق بإمكان جميع الجهات التكامل عليها لتوحيد الجهود التقنية. الحكومة الرقمية لديها 3 فوائد، الإنجليزي يسمونها الإفيشنسي، إفكتيفنس، وإكسبيرينس، عبارة عن ترشيد للإنفاق، رفع الكفاءة، وتحسين التجربة.